أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية توفيق الخليفة وعبد الغني الشريف ومضيفة حلقة الليلة الشيخ أحمد الفهد. كان له حديث لبرنامج كورة راح نعرض على جزئين، نشوف الجزء الأول. بالأخير كان لك تصريح بخصوص السيد بن همام في موضوع أنه ليس للشيخ أحمد فهد أي دخل فيما يخص قضية السيد بن همام. ما نبي نخوض في مثل هذه المواضيع مرة ثانية، لكن يمكن كنت واضح في هذا الموضوع بأن يعني لم تكن القضية خاصة بين الكويت والاتحاد الآسيوي، وإنما كانت من أجل القضايا الفنية ويعني رؤية بأن من الواجب أن يتم تغييرات، وليس فقط يعني ليس الخوض انتخابات ضد الأخ مجاسم، ولكن هي تغييرات يجب أن تقوم في الاتحاد الأسيوي، وهذه بداية يمكن العمل بترشيح الشيخ سلمان للاتحاد الدولي وبداية الانتخابات. القضية الثانية قضية مخصة فينا، قضية بين الأخ مجاسم والفيفا، وهذه خارج إطار القارة الأسيوية. شيخ أحمد، موقفكم من الانتخابات الحالية الشيخ سلمان والمرشح الصيني؟ يعني ما أعتقد الاتحاد الكويتي برئاسة الشيخ طلال هو الممثل الشرعي لكرة القدم، وهو من يملك حق التصويت في هذه الانتخابات. أعلنها رسميا من خلال هذه الدورة بأن الاتحاد الكويتي لكرة القدم سيكون داعم للأخ الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة، وسيكون الصوت للشيخ سلمان. بخصوص تجميد نشاطات الرياضة في الكويت، كان لكم تصريح بشكل يعني حابين نطلع لأنه يهمنا برضو المنتخب الكويتي. يعني أربع سنوات هي جديدة علينا، أربع سنوات والرياضة الكويتية تعاني بتناقض قوانينها مع القوانين الدولية. إحنا رحنا عمان في كأس الخليج وأنا كنت رئيس الوفد ذاك الوقت ورئيس الاتحاد من قبل الفيفا وليس من قبل الجمعية العمومية الكويتية. رحنا بعد كتاب من سيد حضرة صاحب السمو إلى بلاتر في الجمعية في مكتبهم التنفيذي في اليابان لرفع العقوبة حتى نشارك في كأس الخليج، ورحنا وشاركنا وعيني بلاتر رئيس مع مجموعة من إخواننا الرياضيين الكويتيين، وذهبنا إلى عمان في بطولة اليمن. أيضا كنا تحت تنظيم الفيفا وليس التنظيم المحلي في دولتنا بسبب هذه القوانين، لكن في قبل ألعاب لندن حسم سمو الأمير هذا الموضوع وأراد أن يكون علم الكويت مرتفع وأن ننهي هذه القضية، فكان هناك تعهدات ودعم من سموه لرفع العلم ورفع العقوبات وتوافق قوانيننا المحلية مع الدولية، ولذلك أصدر المرسوم بالضرورة بناء على دستور الكويتي وأصدر القانون الذي يعني يزيل كل هذه العقبات. أمس يعني الضجة اللي صارت لأنها كانت قبل جلسة مجلس الأمة التي اعتمد فيها القانون، لذلك كان في أكثر من رايقات شأن محلي، لكن سبحان الله الإعلام مفتوح فالشأن المحلي انقلب داخل دورات الخليج. أنا أعتقد هذا الموضوع اليوم انتهى بعد أن أقره مجلس الأمة مشكورا هذه القوانين، لذلك تلاشى مسببات القلق اللي موجود في هذا الملف. محزن اللي يصير في الكرة الكويتية على المستوى الداخلي. كيف؟ الصراعات المستمرة على اتحاد القدم الكويتي. لا، هو حدث، هو اللي حدث عندهم انهم غير كانوا غير قادرين على تلبية متطلبات الاتحاد الآسيوي، وصدرت عقوبات على الكرة الكويتية. الآن الحمد لله زي ما أقول لك أقروا مجلس الأمة، فأنا أعتقد أنه لن تكون هناك أي عقوبات على الكرة الكويتية فيما بعد ذلك. أخشى ما أخشى على الكويت أن يكون الاحتراف يعني وبال عليهم كما صار حدث وبال على الكرة السعودية. أنا معك يعني بترشيح سلمان الخليفة أن ترشح أحد لرئاسة الاتحاد الدولي يراعي ظروف هذه المنطقة ويقف بصف الاتحاد الآسيوي، يراعي ظروف منطقة الخليج ويقف مع يعني بالحق، يقف مع الاتحادات الإقليمية في الخليج والأندية الخليجية أيضا. أنت تشوف بالحق ما حد واقف معها؟ أنا شايف إنه المفروض يعني إن الحق ما يزعل أحد، ولكن لما يكون رئيس الاتحاد بعيد عنك
أنا أعتقد أنه في كثير من الأمور قد يغفلها ويغبطك في كثير من يغمط حقك في كثير من الحقوق. يعني شرق آسيا لو صار الشيخ سلمان هو رئيس الاتحاد راح يكون بعيد عنهم وراح يغفل حقوق. والله شوف حنا العرب ترى دائما بشكل عام يمكن نظرتي سوداوية، ولكن دائما نقف مع البعيد ضد القريب، يعني على أساس أن من بان أننا محايدين وكذا. هو المفروض أنه من يستلم هذا المنصب أن يكون يعني محايدا لجميع الفرق. والصيني مش محايد تحس؟ لا ما أدري عن الصيني، والله ما أدري عن الصيني محايد ولا مو محايد، لكن أنا أبي واحد من ربعنا، واحد قريب من عندنا يلهلم أمورنا، يزين شغلنا. أنت تبغى كذا يعني؟ يعني مو بعيد. عبد الغني ايش رايك بكلام توفيق صراحه؟ يبغى واحد يقول يضبط امورنا يعني بهالطريقه، يقول يبغى رئيس الاتحاد الاسيوي يمشي يغبي علينا، يعني يغطي علينا شوي. ايش رايك يا عبد الغني؟ والله والله لو جبنا واحد من عندنا برضه ما حتمشي الامور يعني بصراحه. يعني انا اقول لك شيء، يمكن جاء حتى الاستاذ محمد بن همام. يعني شوف الشرق الاسيوي مسيطر كقوه ماليه، كقوه يعني يمكن عندهم القوه الماديه بشكل اقوى، تواجد المقر الاتحاد الاسيوي هناك، يعني اشياء كثيره بتعطيهم القوه. لكن بصراحه يعني خلينا نتكلم، يعني لو احنا نحتاج شخص يعني بيعدي للجميع حقه، يعني بصراحه ممكن يعني الفتره الماضيه كان في ضرر على مثلا يعني الغرب اسيا. خليني اديك مثلا في بطوله دوري ابطال اسيا، انضرت الانديه السعوديه وانضرت الانديه الخليجيه من فتره التوقف اللي هي مثلا بتراعي شرق اسيا اكثر من بتراعي غرب اسيا. لينا مثلا من يوم بدات البطوله من 9 نسخ نفس الاخطاء اللي بتوقع فيها، ما في مره مثلا جاء مثلا السيد محمد الهمام وكان ضد الشرق الاسيا وقال لا مثلا يكون مثلا البطوله مثلا بيكون فيها نظام على الجميع يعني. لكن احنا بنراعي دائما في امور اخرى، في اشياء مثلا اشياء ايجابيه قدمها مثلا السيد محمد الهمام للكره السعوديه والعربيه ولجميع الكرات يعني بشكل عام. يعني في تطور مثلا ملحوظ كان في جزئيه مثلا في دوري ابطال اسيا، في مثلا الرزمان مثلا الموجوده للبطولات، في اشياء ايجابيه. لكن مثلا في سلبيات ايضا كثيره موجوده في الاتحاد الاسيوي، اهمها مثلا المجاملات للشرق الاسيوي، هذا واضحه جدا. يعني ما اقدر اقول لك مثلا يعني ابسطها مثلا في دوري ابطال اسيا، مثلا في بطولات اغلب البطولات تقام مثلا في الشرق الاسيوي، مثلا الرعايات كلها متواجده في شرق اسيا. احنا نتمنى شخص يعني يعطي الفائده للجميع. اذا كان الشيخ يعني سلمان مثلا هو يعطي الفائده، نتمنى احنا اول واحد نتمنى ندعمه. اذا كان الصيني انا ما عندي مشكله، يعني الشخص اللي يقدم الفائده للكره الاسيويه وبيعطي الحق للجميع احنا نتمنى بغض النظر عن جنسه وعن شكله. طيب خلينا نشوف الجزء الثاني من حديث الاستاذ او الشيخ احمد الفهد اللي تحدث فيه عن الكره السعوديه، عن ياسر قحطاني، عن احمد عيد، نشوف ايش كان. لو المستوى الفني اللي ظهرت فيه المنتخبات في هذه المجموعه، المجموعه الثانيه، يعني ما في شك ان المنطق يقول العراق كان متفوق بعد فوزه على المملكه، والمملكه هي الفريق الافضل فنيا بهذه المجموعه. لذلك انا اعتقد مباراه الكويت والاشقاء السعوديين بالإضافة إلى أنها كلاسيك خليجي والمباراة الجميلة اللي ينتظرها مو فقط الجمهور الكويتي والسعودي وإنما حتى الجمهور الخليجي والعربي وجميع المتابعين حتى الأسيويين لجمال هذه التنافس بين الفريقين، الميزان والمنطق يقول أن المنتخب السعودي يملك من العناصر والخبرة والفنيات أفضل من المنتخب الكويتي الحالي. ولكن يعني لن يكون المنتخب الأزرق صيد سهل الأشقاء السعوديين. شيخ أحمد، دائما تصريحات الشيخ أحمد الفهد في قبل مباراة السعودية والكويت تكون مختلفة تماما، فيها نوع من التحدي الكبير. الآن يعني يبدو أنه أوراق المنتخب الكويتي الفنية ليست بقوة يمكن أوراق المنتخب السعودي، على الرغم من المنتخب السعودي يبدو أنه الشارع الرياضي ما كان متحمس ومستاء نوعا ما من تشكيلة المنتخب السعودي، لكن إلا أنك أنت تؤكد أن المنتخب السعودي يتفوق في المباراة القادمة. والله لو كان عند المنتخب السعودي بهالبطولة كان تحديت المنتخب الكويتي، لكن المنتخبي رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. احنا نحاول أن نسرق
هذه المباراة وأخذ البطاقة. لو تذكر تصريحاتي ومتابعة تصريحاتي قبل البطولة، أنا كنت واضح وصريح في هذه القضايا، كنت أقول هناك فريقين أنيقين في هذه البطولة، هو الفريق السعودي والفريق الإماراتي، وهناك فريق بطل في هذه البطولة هو الفريق العراقي، وفريق عاشق للبطولة والبطولة تعشقه هو الفريق الكويتي. هذا كلامي كان من قبل انطلاقة البطولة. احنا اليوم على مراحل الجولة الأخيرة من التصفيات، تعال قيس تصريحي. الإمارات فريق أنيق، الكل أبدعه والكل أعجبه وحجز بطاقته لأنه هو الفريق الأنيق في مجموعته، ومثل ما توقعنا له صار ومن النجوم الجدد اللي ظهروا بالبطولة نجوم داخل المنتخب الإماراتي. احنا قلنا الفريق العراقي فريق بطل، اليوم الفريق العراقي تأهل وتأهل بأقصر المسافات إلى الهدف وتجميع 3 نقط، وليس الأداء صحيح أنه أدى بإمكانيات خطط دفاعية، لكن التكتيكية كانت دائما للفريق المهزوم أمامه سواء المملكة أو الكويت، ولذلك هو فريق بطل. الفريق البطل يعرف كيف يتعامل مع البطولات ويجمع النقاط بأقصر المسافات وأقل الطرق، وهذا يعني الخبرة اللي يتمتع فيها المنتخب العراقي، ولذلك نبارك للمنتخبين تأهلهم للدور الثاني. يبقى الفريق الأنيق الثاني هو المملكة. أنا ما قلتها والله اليوم عشان مباراتنا بعد بكرة، أنا قلتها من بداية البطولة، ولا يختلف اثنين أنتوا يعني برنامج رياضي، أعتقد لديكم إحصائيات فنية، قيسوا الفنيات في مباراة العراق والسعودية وليس الكويت ولا ما قادم، راح تجدون أن حتى بالمباراة السعودية والعراق التي هزمت 2-0 كانت يعني فنيا عالي. انا اشوف الاحصائيات بعدد استحواذ الكره، بعدد الباصات الصح، بعدد كانت المملكه متفوقه كثير وخسرت المباراه، وهذا مو غريبه بهالبطوله. الجوله الثانيه البحرين وعمان ادوا في مباريات اجمل من الفرق الفائزه اللي هم الاخوان القطريين والاخوان الاماراتيين، لذلك يعني هالبطوله ما لها حسبه. اما ما يدور في شارعكم فانا اعتقد لان توها خلصين انتخابات، وهذه أول مرة مرحلة انتخابات، والأخ أحمد عيد حملته المسؤولية وهو ما صار له شهر، حتى ما يعرف وين مكتبه، أظن من الحين ما دخل مكتبه في الاتحاد، بالإضافة إلى عندكم خلافات داخل مستوى اللاعبين والنجومية وبقائه. يعني إحنا متابعين للإعلام، والجمهور السعودي جمهور تعود على منتخب بطل، لذلك لن يقبل بمنتخب إلا أن يكون منتخب بطل. فهذا الجدل وهذا الخلاف أو هذا الجمال بوجهات النظر الرياضية داخل الشارع السعودي، أنا أعتقد يعني أمر مألوف تعودنا دائما في 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 الشارع السعودي، ليس على مستوى المنتخب حتى على مستوى الأندية المحلية، لكن هذا لا يعكس حقيقة المنتخب. المنتخب يملك جهاز إداري وفني عالي جدا، ويملك أداء متميز جدا، ويملك نجوم يعني فارضين نفسهم مش على خريطة كأس الخليج اليوم، على مستوى الدوري وأفضل دوري عربي، ويعني ما الواحد لا يبخس هذه الحقوق. والأخ يعني الرئيس أحمد عيد الآن هو من الشخصيات الرياضية المحببة، وفاز بالانتخابات برضا الغالبية في الجمعية العمومية، ويجب أن يعطى الفرصة وأن لا يحارب في هذه السرعة، يعني حتى ما خذ نفسها على قولتنا احنا في العاميه. فيعني لهذه الظروف بشارعكم اللي نحترمه، لكن احنا جزء منه ونعرفه ونعرف تفاعله. في المستوى الفني يعني لا يختلف اثنين المنتخب السعودي، يا اخوي بالصف الثاني قلبتونا توكم 3 بالطائف ما ادري 4، فما بالك بالفريق اللي فيه القحطاني نشف الريج، ليه قلت شيكم نشف الريج؟ الله يعيننا عليكم. مو غريب عليه التصريح، ايش رايك توفيق؟ لا مو غريب، يعني هذا الشبل من ذاك الاسد. أي. يعني ما هو غريب، والكويت يعني احنا نحبها، وانا شخصيا احبها واحب الكره الكويتيه ولاعبين الكويتيين، ويا ما فازوا علينا، ولكن اقول للشيخ انه المباراه هذه ما راح يفوزون علينا لو نحسب لهم الكورنرات كوال، ما راح يفوزون المباراه هذه. انت تشوفها كذا يعني باب تحدي ولا فنيا؟ لا ما هو بريكارد، ان شاء الله باللاعبين، عرفت علي؟ المباراة هذه أقول الكويت ما حتفوز. كيف تشوف تصريح الشيخ أحمد؟ كيف تشوفه؟ يعني تشوف حديثه بالكامل منطقي ولا تعتبره تخدير لما يتكلم على أقوى دوري؟ هو جاملات، هو جامل في بعض الأشياء جاملها،
مشكور على المجاملة الجميلة والاتحاد كرة القدم. ما تشوف أنها واقعية في في في, في حديثة يعني إنه فنياً كنا أفضل من العراق، فنياً إحنا ممتازين. لا يعني عندنا لاعب والد الله يرحمه الشهيد يعني كان أيضاً نفس يعني ينتهي نفس هذه التصريحات، عملية التخدير، الترشيحات المبكرة للمنتخب. ولكن أنا عندي إحساس يعني محبي وتقديري للكويت، المباراة هذه اللي الجاية بعد بكرة لو نحسب لهم الكورنرات أقوى. ترى في كويتين يشوفون، ترى في كويتين يشوفون، أنا أحبهم يشوفون البرنامج الحين، أحبهم وأنا عارف بيدقون ويسألون عنك لو فازت الكويت على السعودية. طيب بالعكس أنا أحب أقولك أحب الكويت وأحب لعيبتها. طيب كفاية بدران معاهم يا أخي. عبد الغني كيف شايف تصريح الشيخ أحمد الفهد، واقعي منطقي ولا مجرد تخدير إعلامي؟ لأنه يعني هذا الانطباع اللي عند الناس أول ما يسمعون تصريحات الشيخ أحمد، لكن ممكن يكون واقعي ولا لا؟ في جزء كبير من الواقعية، لكن مثلا لما يقول مثلا يعني لما أنا أتفق معه لما تقول مثلا أنه أحمد عيد لا يتحمل مسؤولية، أنا أتفق معه بصراحة يعني أنه يعني البعض الآن مثلا بيهاجم يعني اتحاد الكرة. طيب الاتحاد لسه أصلا حتى يعني على قوله ما دخل مكتبه للآن، يعني الأعضاء جدد وللآن يعني هذول يعني الآن بيستلموا يعني عمل جديد. لكن مثلا لما يقول مثلا عندكم جهاز فني عالي، أنا أقول له فعلا عالي ماديا، أنا أتفق معه في الأمور هذه. لكن لما يقول مثلا الخبرة اللي تمتع بها العراق، أعتقد خبرة ثلاثة لاعبين والباقي كلهم يعني شباب، أي خبرة يتمتع بها العراق يعني مع احترام للشيخ أحمد. يعني بصراحة هو مثلا لي نكهة متميزة بصراحة بتصريحاته. لكن حتى يعني يتكلم مثلا الكويت، يظل أيضا الكويت منتخب قوي، لكن يعني زي ما قال أبو نايف بإذن الله يعني إن شاء الله بجهد اللاعبين ويعني بالروح والحماس إن شاء الله أنه يتفوق المنتخب السعودي ويتأهل، لأنه دائما المنتخب السعودي يظهر يمكن في المراحل الحاسمة. يعني فنيا تحدث عن فنياً إنه منتخب السعودي عنده أدوات، حدث إنه الدوري السعودي أقوى دوري عربي، هذا كلام منطقي ولا في كثير من المبالغة؟ لا يعني شوف أقوى دوري عربي يعني إحنا لينا نقول 4 سنوات أقوى دوري عربي ولم نحقق أي بطولة، يعني طيب إيش فائدة الأقوى دوري عربي؟ يعني في النهاية هو ممكن مثلاً أتفق معاه في بعض الأشياء كانت يعني كلام منطقياً، لكن مثلاً يعني في أمور أخرى يعني يمكن أنا شفت اليوم حتى حواره في جريدة الرياضية مع الزميل سلطان رضيف، كان حوار متميز. حتى مثلاً يعني بيتكلم عن الكرة السعودية وبيتكلم مثلاً أعطوا الفرصة مثلاً للاتحاد الجديد، لديكم منتخب قوي، إحنا عارفين لدينا منتخب قوي لكن لا نملك مدرب، هذه هي في النهاية الاختلاف اللي بينه وبينه. طب فنيا انت ارجع لك نفس السؤال، فنيا امام العراق ويرى انه المنتخب السعودي كان جدا ممتاز. والله اذا هو ممكن بيرى الشيء هذا لانه كاستحواذ، هو بيتكلم مثلا الان مثلا عن استحواذ، بيتكلم عن امور نفس الكلام. طيب استحواذ وهذا في النهاية، هذا في النهاية لا يؤكل إيش. بعدين أنت مثلا بتلعب أمام منتخب شاب، خلنا نتفق أنه منتخب العراق اللي قابلناه باستثناء نور صبري، باستثناء مثلا يعني يمكن تقريبا كذا لاعبين أو ثلاثة، هم البقية كلهم عناصر أول مرة، يمكن الجمهور السعودي أول مرة بيسمع فيهم. يعني فين اللعيبة مثلا العراقي اللي كنا بنشوفه مثلا في الآونة الأخيرة كمنتخب، يعني كاستحواذ، كمثلا حصول على ضربات زاوية، كمثلا استحواذ نسبة 70 أو 60%، لكن في النهاية كم انتهت النتيجة؟ انتهت 2-0. هو هذا كرة القدم، تحسب بالأهداف وليس بالاستحواذ. مثلا لو الأداء المنتخب السعودي أدى مثلا أداء قوي زي مثلا عملت البحرين أمام الإمارات وخسر، بالنهاية كلنا حنصفق لريكاردو ونصفق للاعبين، لكن ما شفنا أي شيء. يعني في النهاية حتى الفرص، يعني أنت مثلا احسب لي كم فرصة هي وحيدة مثلا اللي وصلت أمام منتخب العراق، هي فرصة وحيدة كانت للمنتخب السعودي، الباقي كله لعب يعني سلبي يعتبر في النهاية. طيب فاصل قصير، بعد فاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. عثمان أبو بكر مالي اختفى صانع القرار في الأخضر وأصبح ميداناً لتصفية الحسابات.